السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية حلقة جديدة على قناة يوسف سيد حسين على اليوتيوب، وفيديو جديد كل سبت واثنين واربع، اما باقي الايام فيديوهات قصيرة دينية تحفيزية للدراسة وغيره والحياة عموما. فكن مشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يصلك اي فيديو قصير او اي فيديو طويل من الايام الثلاثة اللي انا قلت عليهم. فاشترك بالقناة واعمل لايك للفيديو ده علشان موضوع الحلقة اليوم هو عن شرح مايك بويا 1 وافضل طريقة استخدامه لاستخرج صوت نقي للفيديو الخاص بك او لاي حاجة هتستخدمها بالمايك او هتستخدمها بالمايك. وركز معايا في الفيديو علشان اعرفك كل تفاصيل عن المايك ده، وباذن الله مفيش حاجة هتكون صعبة عليك في المايك. فشفت كل الصعوبات اللي بتقابلكم في المايك ده، فعلشان كده انا جيت اقدم لكم الفيديو ده علشان محدش يكون ما فهمش حاجه معينه، وكل واحد واسلوبه. وطبعا انا اسلوبي هيعجب ناس معينه علشان انا ناس كتير ما عجبتنيش وعجبني شخص معين، فانا حبيت اضيف لكم حاجات معينه من اسلوبي علشان انت ممكن تكون مش فاهمها زي ما انا كنتش فاهمها. فهنبدا شرح للمايك البويا ده بويا 1، ويلا نبدا. يلا بينا. اول حاجه مايك بويا 1 اللي هو ده، اللي هو منتشر في كل فيديوهات شرح المايك. فالفيديو ده هو كله بيحبه، المايك ده كله بيحب المايك ده، مفيد جدا ومهم جدا لكل القنوات. اهم حاجه لو حابين تعرفوا انا جبته منين، إيه؟ جبته في منطقه اسمها كرداسه، مركز كرداسه في محافظه الجيزه، وده رقم التليفون بتاعهم لو حابين تعرفوا المكان، العنوان اهو ورقم الموبايل بتاعهم. وكده هنبدا بقى مع بعض يا حبايبي نشرح لكم المايك. معلش شيل الكيس هذا علشان الكيس ده ما حدش ينشغل بيه. اول حاجه المايك طبعا ده ب 150 ويتراوح ب 150 بس السعر الجديد، والى ما بين 275 في المناطق اللي هي المولات والمناطق دي يعني بيغلوها شويه، ودي كمان كان يعتبر عامل لي عرض يعني ل 275، فاعتبر بيقول عامل لي عرض. فالمهم يا حبايبي المايك ده استغل اقرب وقت ممكن ان انت تقدر تجيب المايك ده علشان بيغلى بالتدريج، وهو مفيد جدا ليك لفيديوهاتك ومش هتخسر فيه ابدا ابدا ابدا. هو بيجي في علبه او بيجي في حافظ جلد كده جميل، جلد طبيعي او مش هتفرق يعني، يتحط فيه كل حاجة ده بالداخل. اول حاجة يجي معاه السلك ده، سلك 6 متر حبايبي، سلك 6 متر. شايفين الاوضة بتاعتي دي؟ يعني لو ركبت التليفون والمايك ده هنا في الموبايل همشي براحتي في الأوضة وأتكلم معاكم وأتحرك براحتي، عشان هو 6 متر، أطول مايك ومتراوح بين الناس. أول حاجة شايفين المايك ده، عشان أنا كنت فاتحه علشان أشوف إيه العيوب اللي فيه وإيه الحاجات اللي أنتوا حابين تعرفوها علشان أخلص لكم الموضوع بفهم أفضل، مش اللي انا افتحه قدام كل اول مره كله بيقول لك افتحه معاكم من اول مره اللي هو كانه مفيد ليكم، لا لافت ليكم ان انا يكون فاتحه علشان تبقى فاهم فيه كل صغيره وكبيره وكل المشاكل اللي جاي جابلتني احلها واجي افهمكم تحلوها ازاي، وهتعرفوا طريقه فتحه الصحيحه علشان ما تكسروش اي حاجه من المايك وتخسروا فيه وتزعلوا وتلاقوا نفسكم زعلانين. اهم حاجه زي ما انتم شايفين دي، شايفينها دي السفنجه بتيجي في الكيس معايا بتتحط هنا، وده المشبك اللي بيجي معايا. يعني بصوا المشبك ده اللي انت بتحطه كده في ايه في اللبس بتاعكم كده، ومعاكم 6 متر، وفي حجر بيتحط هنا. بس قبل ما اقول لكم الحجر، المايك ده ما بيجيش متركب كده عشان ما تاخدش بالك وتكسره، عشان انا كنت برضه مش عارف. فالمايك ده
في حته كنت مش واخد بالي منها، بحسب المايك الحته اللي اللي بتفتحها كده كده اهو، دي ما لهاش دعوه بالسلك، ماشي؟ ما تجيش ما تاخدش بالك وتيجي تمسك السلك بالحته المشبك الناشفه دي، ممكن تقطع لك السلك بوسط المايك. حبيبي الله ما ينفعش كده حبيبي. ديت عامل لك حته مدوره بلاستيك اهي عشان تخش حوالين الحته دي، حته عاملينها اللي هي عاملين دوران كده يخش في الحته مظبوط. المهم انا هوريك عامل اهي، شايفينها المايك ده بيجي معاه المشبك، فالمشبك بصوا بتاع الدوره دي بتتحط كده وتتركب بكل سهوله حبيبي في الله كده اهي كده اهو اهي، شايفين اهي داخل بكل بسهوله وبهدوء تام من غير اي كسر حاجه. هم اكيد معرفينكم، اكيد عاملين الحاجه يعني علشان يحبوها وتكون سلسه معاكم، وتكون ايه سلسه معاكم. الجو حر وانا خايف اشغل المروحه علشان الموضوع ما يحصلش فيه اصوات ولخبطه وما تسمعوش الصوت الواضح، فانا هفهمكم الموضوع كده واوريكم صوت المايك عشان ده اهم حاجه في الفيديو. وقبل ما اوريكم صوت المايك بصوا بقى، ملحوظه قويه جدا جدا، شايفين اوف كاميرا، كلمه كاميرا بالانجليزي اهي كاميرا. لو انت هتصور بكاميرا وتوصل المايك ده على كاميرا هترفع الزر ده لفوق، اما لا لو هتستخدمه للموبايل هتنزل الزر ده لتحت على ايه، على اوف سمارت فون يعني للموبايل. فنستخدمه مع بعض. بس الحته ديك ايه فايدتها دي بتاعت ايه ديك بتحط فيها الحجر، انا هوريكم مش هبخل عليكم اي حاجه، لازم اعرفكم كل حاجه. بصوا شايفين الحجر ده هو بيجي معايا، الحجر ده تقريبا عامل 20 جنيه، بتحطوه هنا بس هو بيجي معاهم يعني بالسعر الكلي 150 لو هو عند لسه ب 150 يعني. بس الحجر ده اشتريته لوحده ب 20 جنيه، لو هتشتريه بعد كده يعني وعاوز تعرف سعره ب 20 جنيه. وحاجة تانية هنا في مشبك صغير هنا اللي هو الحتة دي، شايف اهي مشبك اهو، المشبك ده بيتعلقه في جيب بنطلونك كده علشان لو بتعمل حلقة مع أي حد في الشارع أو في أي مكان تبقى معلق الحتة التقيلة ديك في البنطلون من جنب علشان تبدأ الفيديو بتاعك وتسأل الناس في الشارع لو أنت حابب تعمل محتوى وتسأل الناس في الشارع أو في أي مكان. المهم كده نعرف آخر مرحلة في المايك وهي أهم مرحلة، فما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس علشان أي حاجة تطلبها مني في التعليقات هقدم لك شرحها الفيديو الجاي. اي حاجه حبيبي في الله يعني انا هعرف اعمل لك محتوى عن اي حاجه باذن الله، لو اقدر وقادر اعمل لك محتوى عن اي حاجه انت عاوز تفهمها هقدم لك المحتوى من غير اي تعب. فاعمل اشتراك وتاكد وفعل الجرس اهم حاجه علشان يوصلك الفيديو اللي انت طلبت بيه، وياريت تعملوا لايك للفيديو ده علشان اعرف حبكم للمحتوى وحبكم ليا وطريقه تعاملي معاكم وعشان استمر حبيبي الله، وان شاء الله اطور من نفسي واكون احسن واحسن عشان اعجب الناس واكون تحت حسن ظنكم. فتعالوا نسمع المايك، بس ملحوظه قبل ما نسمع المايك، المايك مش هيشتغل على طول اول ما نحطوه السلك ده في التليفون، لا لا حبيبي الله مش هنحطها كده مثلا وهتلاقيه اشتغل، لا هتنزل لو انت هتعمل على التليفون. تليفوناتنا معظمها عشان محدش يلخبطك معظمنا لازم ننزل برنامج اسمه اوبن كاميرا، برنامج اوبن كاميرا من على تطبيق جوجل بلاي او متجر بلاي، تكتب بالعربي عادي يعني تكتبها بالكاميرا، تكتب اوبن كاميرا تطلع لك البرنامج ده يطلع لك وتستخدمه وتفتح البرنامج بكل بساطة وسلاسة، وهوريكم ازاي البرنامج بيتفتح حالا علشان برضو ما تتلخبطوش وتعرفوا الفيديو. بس ملحوظه برضو قبل ما اوريكم البرنامج وشرحه،
البرنامج ده قبل ما تحط السلك ده في الموبايل لازم قبل ما تفعل البرنامج تكون حاطط السلك. ليه؟ عشان ما يحصلش لخبطه بين صوتك وما بين حركه الفيديو، ما تلاقيش الصوت مش ماشي مع الفيديو والدنيا تبوظ منك. تعالوا معايا للجزء الثاني، بس اتاكد انت عملت لايك حبيبي في الله. ماشي يلا حبيبي، يلا اعمل لايك، ما تنساش دوس على اللايك. انزل انا مستنيك اهو، روح اعمل لايك. عملت تبقى سيب كومنت حلوه كده وقول لي لو عاوز تعمل صفات اسمك اعمله لك في الفيديو الجاي او اي موضوع انت حابب تتكلم فيه حابب تسمعه. تعالوا معايا عرفت. بسم الله يا شباب، يلا نبدا ونفهم البرنامج ونركز مع بعض كده قوي. هو البرنامج اللي هو الكاميرا الزرقاء دي، بس انا اوريكم تبحثوا عنه ازاي في متجر بلاي عشان ما تتوهوش من ايه، تعرفوا تشوفوا كل حاجه بالتفصيل. تكتبوه من كاميرا كده بالانجليزي او بالعربي. استنى افتح الواي فاي او النت اللي انا الباك بتاع التليفون يعني مش خساره فيه. بصوا ايوه اوبن كاميرا اللي تحت، تالت برنامج تحت اهو انا منزله. طبعا كده انا وريتكم تبحثوا عنه ازاي وتجيبوه وعرفتوا شكله، وهوريكم برضو لو انتوا هتنزلوه على من متجر بلاي الخاص بالهاتف بتاعك علشان ميبقاش واخد منك مساحه قوي. انا لاحظت الحته دي. تبحث برضو بنفس الطريقه اوبن كاميرا، انسخ وابحث باوبن كاميرا. تنساش تعمل لايك واشتراك عشان يوصل لك فيديو هاتنا القادمة. المهم بصوا اهو تكتب اوبن كاميرا، ولكن المهم برضو تعمل لايك وتدعمنا علشان نقدر نستمر. نفس البرنامج اهو، هنخش بقى على البرنامج والاهم ثم المهم. البرنامج اهو، تفتح البرنامج بكل بساطة، ودي واجهة البرنامج يا شباب. واحنا كده دخلنا على واجهة البرنامج وكده الكاميرا هتصور بيها نفسك كده، وهي بكبه دي تصويرك هتصور بينها علشان هتركب منها المايك، فما ينفعش تصور بالكاميرا الهاتف الخاص بك خالص. خلاص كده انت دي كاميرتك اللي هتصور بيها على طول، وهي حلوه اهو، هتبقى مقربه لكاميرا الموبايل وممكن تكون احسن كمان. هندوس مع بعض على علامه الترس اللي فوق دي اللي هو شاور لك، انا شورت لك عليها اهو. ايوه انا علامه الترس، كويس التليفون اتعدل حظكم حلو. تدوس بقى على كلمه الفيديو دي اللي هي تاني واحده بعد الكاميرا دي، وتسيب كل الاعدادات اللي موجوده قدامك دي، وبعدها تدوس على ايديو اللي قدامك دي اللي هي كانت رابع واحده، وتختار منها تاني اختيار. شوف معايا كده، اول واحد هيبقى متعلم على ليتل كاي، هتختار تاني اختيار على طول. شوف بص غلطت كده، انا لازم تدوس تاني اختيار وتتأكد 100% اللي انت اخترت تاني اختيار، عشان ده هو اللي هيشغل معاك المايك على الكاميرا اوبن كاميرا. وكده اخترنا الاختيار الصحيح وخلصنا من الشرح، وياريت نكون خدنا بالنا من كل حاجة. لو ما خدتش بالك ترجع للفيديو تاني، ولو ما خدتش بالك اعمل لايك وخلي نفسك نافع للناس عشان تستنفع من الفيديو وتكون خير وتستفاد من الفيديو، عشان الخير بيترد خير، فادعى الخير كفاعل. وكده شرحنا البرنامج مع بعض، وياريت تكونوا فهمتم كل حاجة بالتفصيل. وأعرفكم تركية بسيطة، فلو انتوا حابين تعرفوا المايك ده الأصلي ولا مش الأصلي اعرف معايا. تلاقي كلمة ويب سايت علشان تعرف هو أصلي ولا مش أصلي. كلمة ويب سايت تبقى على بعضها اهي، بص على بعضها ازاي، يعني مش جزئين. في اللي هو المايك اللي مش اصلي بتلاقي ويب لوحدها وسايت لوحدها. بجد ما بهزرش، شفتها كتير في الفيديوهات وشفنا الفرق ما بينهم. والارقام دي برضو هتلاقيها في المتقلد اللي هو المايك اللي مش الاصلي، هتلاقي الارقام دي واحد نازل واحد طالع، ومش هتبقى مظبوطه زي ما مظبوطه كده. دي مظبوطه، فدوك الاصلي باذن الله. كده هي المميزات اللي احنا عرفناها عن الاصلي. وكده وصلنا لاخر مرحله وهي تجريب المايك، وهجرب لكم المايك قدامكم حالا علشان تتاكدوا بنفسكم من الصوت. حطوا المايك، بس انتوا عارفين طبعا ان المايك 6 متر، فانا مش عارف اطول عشان انا عاوز اخلص واوريكم. وبس كده، وقبل ما تخش على البرنامج تحط المايك وتركبه في التليفون
وهسيب لك اللقطة أو مقطع مشهد بسيط بالصوت بتاع المايك عشان تتأكد من الصوت وانت تستخدمه بنفسك برضو، عشان بتفرق برضو في الضوضاء برضو، مش هيقدر يحمي كل حاجة عشان هو مش أغلى حاجة برضو. ألو ألو، لا إله إلا الله. وكده تمام الحمد لله عملنا حلقة اليوم. متنساش اللايك والاشتراك وشكرا، متنساش تعليق عشان نستمر ويحفزني. في رعاية الله، متنسوش تصلوا على النبي. السلام عليكم، وما تنسوش مواعيد فيديوهاتنا كل سبت وثلاث واربع، وإلى أيام فيديوهات بسيطة. شوفوا فيديوهاتي القديمة حلوة جدا، ويوم الجمعة عامل فيديو عن يوم الجمعة يحقق لك كل أمانيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.